ثم نفخة ينفخ النفخة الثانية نفخة الصعق وهو الموت، فلا يبقى أحد حي إلا من استثنى الله جل وعلا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق وهو الموت، وكل حي فإنه يموت إلا من استثنى الله جل وعلا. قيل هي الحور العين في الجنة، الله أعلم، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثالثة، فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون، قيام ينظرون، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجمع عظامهم ولحومهم وشعورهم فتتآلف وتتكون منها الأجسام وتعود كما كانت، حتى لو أن شخصا يعرف شخص ومر عليه لعرفه، لكن ما فيهم أرواح. ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثالثة فتطير الأرواح من الصور، تطير كل روح إلى جسدها تدخل فيه فيحيون، فإذا هم قيام ينظرون. أول من يقوم من قبره محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخلائق كلهم يقومون من قبورهم بقدرة قادر وأمر عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فإذا دخلت الأرواح في الأجساد وحيت الأجساد أمرهم الله بالسير إلى المحشر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وين يروحون؟ إلى المحشر، كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم يسيرون خلف العلم، مثل الجند الذي يسير خلف العلم لا يتخلف أحد، ولا أحد يروح يمين ولا شمال، يسيرون يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم يسير سهل، إنما عسره على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا نقر في الناقور اللي هو الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فيسيرون من قبورهم إلى المحشر ويجتمعون فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتخلف. نعم، هذا هو الحشر. نعم، كذا وقوف الخلق للحساب. نعم، واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. بعد نفخ الصور، الحشر بعد ما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثالثة، فتحيا الأجسام ثم تؤمر فتسير كالجراد المنتشر على وجه الأرض، يسيرون إلى المحشر ويحشرون ويقومون في هذا الصعيد 50,000 سنة كما قال الله سبحانه وتعالى، 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم، والشمس قريبة من رؤوسهم قدر ميل، والعرق يأخذ منهم مآخذة على حسب أعمالهم. نعم، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. ثم بعد ما يطول عليهم
الوقوف في المحشر 50,000 سنة شاخصة أبصارهم حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة ليس عليهم ثياب، لأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم بدون ثياب، فيعودون كما كانوا ليس عليهم ثياب، إنما يكسون بعد ذلك. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، غرلا يعني غير مختونين، تعود القلفة التي قطعت في الدنيا تعود مكانها، غرلا يعني غير مختونين. فإذا طال عليهم الوقوف قالوا بعضهم لبعض اذهبوا إلى من يشفع لكم عند ربكم ليريحكم من الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي ويخر ساجدا تحت العرش بين يدي ربه عز وجل، ويطيل السجود ويدعو ربه عز وجل، ولا يزال ساجدا يدعو حتى يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، عند ذلك يشفع في أهل الموقف، يشفع في أهل الموقف في أن يريحهم الله منه ويحاسبهم، فيظهر بذلك شرفه صلى الله عليه وسلم على الخلق، كما قال الله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، ويظهر بذلك شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يعطاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. عرفنا الوقوف هو الحشر في صعيد القيامة، ثم بعده الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وينصرفون من المحشر إلى الحساب، إلى الحساب، فيحاسبهم الله جل وعلا على أعمالهم، يقررهم بها ولا يضيع منها شيء، حاسبه. فالمسلمون على ثلاثة أقسام، منهم من يحاسب حسابا يسيرا يسمى بالعرض وينقلب إلى أهله مسرورا. من المسلمين من لا يحاسب، القسم الأول، القسم الأول من لا يحاسب بل يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في الحديث 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض وينقلب إلى أهله مسرورا. والقسم الثالث من المسلمين من يناقش الحساب، قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ناقشون في الحساب يذكرون بسيئاتهم وقدراتهم ويناقشون عليها واحدة واحدة، يعذبون على سيئاتهم. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون مثل محاسبة المسلمين،
وإنما يقررون بأعمالهم، لأنهم ليس لهم حسنات، الكفار ليس لهم حسنات، كل أعمالهم كفر، فلا يحاسبون مثل حساب المسلمين، وإنما يحاسبون حساب تقرير، يوقفون على أعمالهم وكفرهم سيئاتهم والعياذ بالله، يقررون بها. هذا هو الحساب. نعم. كذا وقوف الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الإنسان لا ينسى يوم الحساب، يحاسب نفسه في هذه الدنيا علشان يستريح في الآخر، حاسب نفسه في هذه الدنيا، يتوب من السيئات ويكثر من الحسنات من أجل أن يسهل عليه الحساب يوم القيامة، أو لا يحاسب. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافة. الإنسان يحاسب نفسه في هذه الدنيا فيتوب من الذنوب ويخرج من الدنيا وقد استغفر من ذنوبه تخلص منها، لأنه بإمكانه هذا جدا، بإمكانه سهلا لمن يسره الله عليه، يستغفر الله ويتوب إلى الله توبة صادقة فيغفر الله له. أما إذا لم يستغفر ولم يتوب فإنه يثقل عليه الحساب يوم القيامة. ولهذا يقول عمر في بقية خطبته: وإنما يصعب الحساب يوم القيامة على أقوام جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. هؤلاء هم الذين يصعب عليهم الحساب يوم القيامة. الإنسان يتذكر الحساب ويحاسب نفسه هو قبل الحساب. نعم. كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. الصحف والميزان من أعمال من ما يجري يوم القيامة. عرفنا أولا الوقوف المحشر، ثانيا الحساب، ثالثا الميزان، وقدم الصحف على الميزان لأجل القافية، وإلا الميزان قبل. إيش يقول؟ والصحف والميزان للحساب. نعم، قدم الصحف على الميزان مع أن الميزان قبل لأجل القافية، أو يقولون من باب ذكر الوسائل قبل الغايات. فبعد الحساب تتطاير الصحف، صحف الأعمال، فكل يأخذ صحيفته، المسلم المؤمن يأخذ صحيفته بيمينه، والكافر يأخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابي، يفرح وده أن الناس يطلعون عليه، يقول للناس: ها اقرأ كتابي، شيء يشرف يفتخر به، اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني ظننت، يعني تيقنت، لأن الظن يطلق ويراد به أحيانا اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه، يعني يتيقنون، ظننت أني ملاق، أي تيقنت أني ملاق حسابي، يعني استعديت في الدنيا، استعديت في الدنيا لهذا الموقف، ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، يده اليسرى،
فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، أود أن أحد يطلع عليه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتي لم أبعث، ليتها كانت القاضية يعني الموت ولا يبعث، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، الحجة انقطعت حجة، إلى آخر الآيات. هذا إعطاء للصحف باليمين أو بالشمال. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال العلماء يجمع له بين هذا وهذا، يعطى صحيفته بشماله ومن وراء ظهره. في طائفة من الباطنية، ما يضحك منه، طائفة من الباطنية يقطعون إذا مات ميتهم، يقطعون يده اليسرى، يقول علشان ما يصير له شمال، علشان يأخذ كتابه بيمينه، ما يلقى له يد اليسرى يعطى الكتاب فيها، يعطى بيمينه. هذا مما لعب عليهم الشيطان به. نعم. كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. أما الميزان، الميزان فهو ميزان الأعمال، ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات أفلح، وإذا رجحت السيئات خاب وخسر. ميزان لا يظلم أحدا، ميزان حقيقي جاء القرآن والسنة بإثبات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في أول سورة الأعراف، وفي آخر سورة المؤمنون. هذا هو الميزان، وهو ميزان حقيقي تواترت الأدلة بإثباته، وليس هو ميزان معنوي كما تقوله المعتزلة، يقولون الميزان عبارة عن إقامة العدل يوم القيامة، وليس هناك ميزان حقيقي، لأنهم يعتمدون على عقولهم، المساكين يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، ويقولون على الله ما لا يعلمون، نسأل الله العافية، فيؤولون الميزان لأنه ميزان معنوي معناه إقامة العدل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث، توزن فيه الأعمال والموازين. نعم. كذا الصراط ثم الحوض للمصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. نعم. ومما يكون يوم القيامة الصراط، الصراط وهو الطريق، الصراط في اللغة الطريق، والمراد به هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم، ينصب الجسر على بعد الحساب بعد الميزان، ينصب الجسر على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، هنا شيء أسرع من لمح البصر، يمر على الصراط مثل لمح البصر، تجري بهم أعمالهم، ما هو من يجري بهم قوتهم ولا قوة أجسادهم، لا أعمالهم هي اللي تجريهم. منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، كلمع البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل،
منهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، منهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. نعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وإن منكم إلا واردها، منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لا ينجو إلا المتقون. وأما الظالمون فيسقطون في جهنم، يتساقطون من على الصراط، ما لهم أعمال تشيلهم، ما لهم أعمال يسقطون. أما أهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم. ينجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيها هذا الصراط. نعم. كذا الصراط ثم حوض المصطفى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يكون في الآخرة، الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات القيامة، يعني في ساحات القيامة حوض، مسيرته شهر، يعني طوله مسيرة شهر، في حديث ما بين أيلة وبصرة، هذه مسافته. حوض يصب فيه الكوثر، صب فيه نهر الكوثر، يشرب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه، وكيزانه، كيزانه يعني الكؤوس عليه مثل نجوم السماء، من يشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والماء يأتي إليه من الجنة من نهر الكوثر. قال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو النهر، نهر في الجنة يصب في الحوض، وقيل هو الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير، ومنه النهر، من الخير الكثير النهر المذكور. فهذا هو الحوض. يأتون، تأتي أمته يوم القيامة يريدون عليه، لكن منهم من يصرف عنه، من الأمة من يصرف عنه ولا يتمكن من الشرب، وهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام، والمبتدعة، المبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، فإنهم يمنعون من شرب، من الشرب من الحوض يوم القيامة. أما أهل الاستقامة وأهل السنة فإنهم يريدون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمنع منه مرتد ومبتدع. فيقول الرسول: يا ربي أصحابي، أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا، سحقا لمن غير وبدل. نسأل الله العافية. نعم. فيا هنا لمن به نال الشفاء، يا هنا لمن ورده وشرب منه، فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا. نعم. لأن يوم القيامة فيه عطش شديد في المحشر، في المحشر عطش شديد، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون على حوضه ويشربون. وقيل إن كل نبي له حوض، الله أعلم. نعم. عنه يداد المفتري كما ورد، ومن يداد المفتري كما ورد، المفتري الذي ارتد عن دين الإسلام، يعني كثير من المسلمين الآن بالاسم ما هو صحيح، عندهم نواقض من نواقض الإسلام،
عندهم بدع ومحدثات، فإسلامهم ليس صحيح وليسوا مستقيمين. هؤلاء يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا يشرب منه إلا المستقيم على طاعة الله الملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يبدل ولم يغير. نعم. عنه يداد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد. من نحى سبل السلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، نحى يعني لزم وسار على سبل السلام، لم يرد من الشرب يوم القيامة، لم يرد من الشرب يوم القيامة. نعم. فكن مطيعا وقت أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. نعم. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة. نعم. في الحوض والكوثر والشفاعة. إذا كنت تريد أن ترد على هذا الحوض فكن مطيعا لله ولرسوله. أما من يدعي أنه من أمة محمد لكنه لا يطيع ولا ينقاد ولا يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفعه التسمي، بل يمنع من ورود الحوض أشد ما يكون عطشا والعياذ بالله. وهذا الذي يريد، فالذي يريد أن يشرب من هذا الحوض يلزم السنة، ولزوم السنة ما هو بالأمر السهل، فيه بلاء ابتلاء وامتحان، في ناس يعيرونك ويؤذونك ويتنقصونك ويقول هذا فيه ما متشدد متنطع إلى آخره، أو ربما أنهم ما يكتفون بالكلام، ربما أنهم يقتلونك ولا يضربونك ولا يسجنونك. لكن اصبر، اصبر، إذا كنت تريد النجاة وأن تشرب من هذا الحوض اصبر على تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه، إلى أن تلقاه على الحوض. نعم. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة. وقف أهل الطاعة، كن مطيعا لله ورسوله ومقتديا بأهل الطاعة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى ترد على هذا الحوض. نعم. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. في الإيمان بالحوض والإيمان بالكوثر اللي هو النهر، والإيمان بالشفاعة، والشفاعة سيأتي الكلام عنها. نعم. فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء. فإن هذه الأمور الحوض والكوثر والشفاعة ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها، أن نؤمن بها وأن نتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نرد عليه الحوض يوم القيامة، ولا نبدل ولا نغير. نعم. فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل الأبرار. الشفاعة، هذا كلام عن الشفاعة، الشفاعة ثابتة للرسول وثابتة لغيره، هذا يأتي الكلام عليه، نقف على هذا. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة استاذن فضيلتكم في عرضها. هذا سائل يقول: صاحب الفضيلة، انتشر في هذه الأيام التواصي بين بعض الإخوة بصيام آخر يوم في السنة وأول يوم من السنة القادمة، والتواصي بكثرة الاستغفار لكي يختمون سنتهم الماضية ويتفحون سنتهم الجديدة بذكر الله وطاعته، فهل هذا التخصيص في هذا الزمان جائز؟ وهل التواصي بذلك جائز لا سيما وقد عمت به عبر الجوالات والرسائل ونحو ذلك؟ هذا هو الذي نتحدث عنه الآن، البدعة، هذا بدعة، هذا يمنع من ورود الحوض يوم القيامة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا بدعة محدث، ما أمرنا الله بهذا العمل ولا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. مطلوب منا الاستغفار
دائما وابدا مطلوب منا الصيام، صيام التطوع. اما ان نحدد يوم معين للصيام او للاستغفار، هذا بدعه وكل بدعه ضلاله. فعليكم بمناصحه هؤلاء والانكار عليهم، وان هذا شيء يبعدهم عن الله ويبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا سائل يقول: ما هي صفة الميزان الثابتة؟ وهل له لسان وكفتان؟ ميزان بكل المعنى، ميزان بكل المعنى، له كفتان وله لسان، كما ميزان حقيقي يحتاج إلى شرح. أنتم تعرفون الميزان وتشوفون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الذين يدخلون الجنة لكن هو مثل ميزان الدنيا، مثل في المعنى، لكن في الحقيقة أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فهي متفقة في الاسم لكن مختلفة في الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب أكثر من 70,000؟ لما روي: ما استزدت ربي فزادني، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. نحن نؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل الله واسع. نعم، معهم أكثر من فضل الله واسع، لكن الشأن في ثبوت الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد في كتب الاعتقاد لأهل السنة في وصفهم الميزان أن له كفتان ولسان، كذا قال الحسن: له كفتان ولسان. والسؤال: ما هو اللسان وهل دل عليه دليل؟ أخي تروح الأول لأي دكان وتشوف الميزان، تشوف كفتاه ولسانه موجود، الميزان موجود عند الناس اللي يبيعون يشرون. نعم. تبين أجيب لك ميزان هنا وأقول لك هذا لسان وهذا وهذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ الله أعلم، ما حسب الدليل، ولا حسب الدليل، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أيهما الأول، الحوض أو الصراط؟ الحوض في عرصات القيامة، عرصات القيامة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: هو في عرصات القيامة، يعني ساحات العرصة الساحة، وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: روي في حديث لا أعلم مدى صحته، وهو أن الكافر يعلم أنه سوف يؤتى كتابه بشماله فيخفي يده وراء ظهره حيث أو لئلا يراها الناس أو لا يراها الله سبحانه وتعالى فيعطى كتابه وراء ظهره، فهل هذا صحيح؟ ورد في القرآن: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لكن نفسره بأنه يخفي يده وراء ظهره ما ندري، هذا ما ندري، نقول على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرت أن الذين ينادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم المرتدون، هل المرتد يجاوز الصراط إلى الحوض ثم بعد أن يزاد المرتد؟ ما هو الحوض بعد الصراط؟ من قال أن الحوض بعد الصراط؟ الحوض في عرصات القيامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة فقط، وما الدليل على ذلك؟ وين راح كلامنا؟ نتكلم إلى ساعة أخي. يقول: ما يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من تمسك بسنته، وأما المبتدع والمرتد فلا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل هناك قول بأن الكفار يناقشون الحساب يوم القيامة؟ يقررون بأعمالهم حساب تقرير ويوقفون على أعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشرب خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم يشرب من هذا الحوض جميع المؤمنين من الأمم السابقة؟ الله أعلم، نحن نتكلم حسب الأدلة، والذي ورد أن أمته صلى الله عليه وسلم هي التي ترد حوضه، أما بقية الأمم من المسلمين الله أعلم. ما نعم. أحسن الله إليكم صاحب العلماء من يقول كل نبي له حوض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أرض المحشر هي غير الأرض التي نحن عليها أم هي نفسها ولكنها تبدل يوم القيامة؟ هو هذا، هي الأرض التي أنتم عليها لكنها تبدل، بمعنى أنه يزال ما فيها من مرتفعات وما فيها من منخفضات وما فيها، تمد مد الأديم فيحشر فيها الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المسلم هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة؟ الساهرة هي أرض القيامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المسلم العاصي يأخذ كتابه بشماله أم بيمينه؟ المسلم اللي ما هو كافر يأخذ كتابه بيمينه، لكن ولو أخذ كتابه بيمينه قد يعذب بسيئاته، لكن لا يخلد في النار كما يخلد الكافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الكفار يقفون على القنطرة؟ مثل ما قلنا حسب الأدلة أنهم يمرون على أصناف حسب أعمالهم، فاللي ما له عمل يسقط، ما له عمل يحمله ويشيله يسقط في النار، واللي له عمل عمله يحمله على حسب عمله قوة وضعفا، فمنهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدمه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. فاللي معه أعمال تمشي به أعماله على حسب قوتها وضعفها. نعم. واللي ما معه أعمال هذا يسقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: هناك من يدعو الناس إلى بعض الأحزاب التي لا تعترف بالبعث بعد الموت، مثل ما في حزب البعث، فهل هذا الحزب يكون على الإسلام أم على الكفر؟ الحين تقول أنهم ينكرون البعث، تقول هل هم على الإسلام؟ اللي ينكر البعث ليس على الإسلام، اللي ينكر البعث والإحياء الأموات والجزاء والحساب هذا ليس من أهل الإسلام. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المؤمن المتقي، هل المؤمن المتقي قال يناله من ألم هذه 50,000 سنة أم تكون عليه هينة؟ وهل هذه الشدة هي على الكفار فقط؟ لا، هذا في القرآن: على الكافرين غير يسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فشدته على الكفار. وأما المؤمن فجاء في الحديث أنه يكون كركعتين يركعهما في الدنيا، يخف عليه كما تخف عليه الصلاة ركعتين، ويكونون في ظل، يكون المؤمنون في ظل، في ظل الله سبحانه، يوم لا ظل إلا ظله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم في درس سابق أن ذا القرنين هو الإسكندر، وقرأت لأحد المتعقبين للجلالين أنه ليس هناك دليل صحيح حتى يقطع المؤلف بأن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، فأفتونا مأجورين. وهذا وش عنده المعلق هذا اللي يمكن وش عنده شيء يعتمد عليه؟ الإسكندر المقدوني ذكر شيخ الإسلام أنه هو الإسكندر المقدوني، ذكر شيخ الإسلام هذا، وحسبك بشيخ الإسلام تثبتا وإدراكا، فأي المعلق هذا وأي شيخ الإسلام من حيث يعني الموازنة في العلم والمعرفة؟ لأن بعض الناس ينكر بدون روية وبدون شيء، ما لم يدخل في فكره راح ينكره، ما لم يدخل في فكره راح ينكره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في توبة الساحر والزنديق؟ الله جل وعلا يتوب على من تاب، كل من تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. لكن الزنديق والملحد نحن نقيم عليه الحد في الدنيا، وأما توبته فيما بينه وبين الله هي مقبولة عند الله إذا صحت، لكنها لا تسقط الحد الذي عليه في الدنيا. هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المراد بالثوب المعصفر في الحديث؟ المعصفر المصبوغ بالعصفر، تعرفون العصفر، مصبوغ بالعصفر، هذا هو المعصفر. نعم. يقول: سلمك الله، وهل هو الثوب الأصفر اللي فيه المصبوغ بالعصفر؟ ولون العصفر ما هو؟ أحمر، أظن يصير أحمر، يميل إلى الحمرة. نعم. أحسن الله إليك. ثوب وصبغه بعصفر وتشوف إذا صرت بتأكد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الرجل للخاتم من الأحجار الكريمة؟ لم ينهى إلا عن لبس الذهب، لم ينهى الرجل عن لبس الخاتم إلا إذا كان من الذهب، وما لم يكن من الذهب فإنه على أصل الإباحة، على أصل الإباحة، والأصل في اللباس الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. لكن إن كان الإنسان يتركه من باب عدم الإسراف، لأنه يكون ذا قيمة غالية ومرتفعة، يترك الإنسان من باب الورع ومن باب الزهد، هذا شيء آخر. أما أنه حرام، ليس حراما إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد شيخ نبحث معه في نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو يأمرنا بأن نبحث عن نقول عن العلماء المتقدمين، فهو يأمرنا بأن نبحث عن نقول عن العلماء المتقدمين غير ابن تيمية وابن القيم، وعلل كلامه بأن أهل البدع محاربين لهذين الشيخين ويكون القبول من غيرهم أقوى، ويقول أيضا لوجود هذه النواقض قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكي تكون الحجة أقوى إذا علم بأن الشيخ مسبوق إلى هذا القول، فأرجو التوضيح في هذه المسألة. هذا يظهر عنده شك في علم الشيخ وفي علم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه ما هو مطمئن إليهم، فهو جاب لكم هالحيلة هذه، وإلا نحن لا نتبع الحق، قال به من قال من شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره، من قام الدليل على قوله فإنه يقبل، ولا علينا من اللي بيعارض واللي يبغض الشيخ، ما علينا منه، ما علينا من الحق، هدفنا الحق. نعم. التشكيك في العلماء بهذه الصورة هذا لا يجوز، ما دام أنهم قالوا قولا عليه دليل من الكتاب والسنة فإننا نقبله، ولو كان الناس يقولون ويقولون، ما علينا منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب، وإذا سفرت مع أهلي أخذوا معهم أشرطة أغاني فأشغلوها في الطريق ولا أستطيع منعهم، وإذا استأجرنا شقة اشترطوا وجود دش فيها ووضعوه على الأفلام أو الموسيقى ويرفعون من صوتها بحيث يسمعهم من كان داخل الشقة، علما بأنها أي الشقة تتكون من غرفتين متقاربتين، فلا أستطيع الابتعاد عن سماع الموسيقى، فماذا تنصحونني والحالة هذا؟ بعد الأذان سن الله إليكم صحيح. الجواب عن هذا أن هذا منكر، رفع صوت الأغاني في الطريق أو في الشقة هذا منكر، اعتزلهم وابتعد عنهم، لا تسافر معهم ولا تسكن معهم إلا إذا أنهم تركوا هذا المنكر. نعم. من فضلك اقلب الشريط.